مساء الخير، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم كاع بخير بصحه جيده. دونك على بالي عطلت عليكم بزاف هذه المره، مي ما عليناش، ندير لكم وصفه ولا زوج خفاف ابري الباقي ان شاء الله يكونوا لي فيديو بعد العيد ان شاء الله ولا كتب ربي. دونك كما راكم تشوفوا اليوم نروحوا نديروا وصفه تستعمل الشاش، الوصفه اللي دارت ضجه بزاف هذا العام. دونك تاكو تشوفوا بلي الشكل ديالو يجي جا مختلف شويه، مي المهم البنة كينا، ونروح نشوفو طريقة التحضير باش تفهمو كل. هنا نحتاجو 500 غرام مارغرين تكون طرية على درجة حرارة المطبخ. نديرو مغرفة صغيرة تاع لافاني تكون اون بودغ، فوالا نحركو هكا. راكو تشوفو بلي المارغرين كانت خليتها على درجة حرارة المطبخ. هنا عندي 3 صفار تاع البيض، ان شاء الله راكو تفهمو كيفاش نهضر باسكو قالو لي شوية اللهجة. دونك نكتب لكم المقادير دو فاصون، ولا ما فهمتوش كيفاش نهضر تقدروا تقراو المقادير وتفهموا الوصفة، المهم الفيديو راهي تهضر. نديرو بالخلاط الكهربائي نخلطو حتى يتجانسو. دونك بهاد المقادير تنحيو حتى 50 حبة، 44 هكاك، سا ديبون كيفاش درتوهم لافورم ديالهم. وهنا نديرو 250 غرام سكر ناعم، و بيان سور ليسونسيال في هاد الوصفة هي المايزينا انشا، 250 غرام انشا. هنا نكملو نخلطو. دونك انا اول مره ندير هذه الوصفه ما فهمتهاش بزاف، موالفه ندير لي غاطو، مي هذه الوصفه اول مره نديرها. دونك مولات الوصفه عطات لي المقادير والطريقه، درت اما فاصون. دونك انا نفهمكم كيفاش ديروا باش تجيكم احسن الشكل ديالو، داكوغ. انا درت شويه بزاف فرينه، نتوما نقول لكم كيفاش تريكتيفيو، ميسونسيال البنه جات هايله احسن من هذاك اللي يكون بزاف نسبه نشاء فيه. وهنا نديرو مغرفه صغيره تاع خميره الكيميائيه، تقدروا ديروا ان باكي كومبلي، نورمالمون ديروا ان باكي. انا نقصت شويه بس اول مره نديرو خفت الشكل ديالو يروح، دونك درت مغرفه صغيره. مي نورمالمون يكون المقادير اكزاكت سي ان باكي دو ليفير شيميك، خميره كيميائيه كومبلي. دونك هنا لي غلط الفرينه، نورمالمون نتوما ديروا الفرينه شويه برك، انا درت شويه بزاف ماشي بزاف، يعني القوام ديالو يجي بزاف خفيف. ومن بعد جي ريكتيفي درت زدت فرينه خفت باسكو اول مره نديرو. سينو تقدروا ديروا المايزينا، ديروا كلش، تنحيو شويه من الخليط وديروا له الفرينه اشاك فوا، تروحوا ديروا دي بودان. فوالا راكو فهمتوني، ولا ما فهمتوش اي حاجه تقدروا تخليو لي تعليق نفهمكم. فوالا القوام ديالو الاول مره جا بيان، ابري زدت شويه فرينه، مي سي با غاف. المهم نتوما تقدروا ما ديروش الغلطه اللي درت انايا، ولا ماشي موالفين ديروا لي غاطو، جو فو كونساي ما ديروش هاد الغاطو لا ماشي موالفين. دونك لي موالف معليش، لي ماشي موالف شويه ابخو موا فوا يعتب. دوكا هكا كي درتو دوكا على بالي لا بروشون فوا ديريكتومون واش ندير واش ما نديرش. فوالا دونك لومبو الثاني يلعب دور مهم في هذه الوصفه. انايا ما لقيتش هذاك تاع الوصفه الاصليه، دونك نوريكم الصوره الباصا فيشي، نورمالمون يكون هكا، ما عنديش. دونك درت هذا اللي عندي في الدار، ميم هذاك تاع كبير هكا ما كانش عندي، جو مي سوي ديبروي افيك سا، درت واش اللي كاين عندي في الدار. وانتوما تقدروا ديروا الاشكال اللي حبيتو، اللمبوط لا دوي اللي حبيتو ديروها ديروها. اون با فورمي هكا دي بودان، انا خفت بيسك هنا هذا جا صغير بزاف رقيق، دونك درتو شويه طويل. نتوما ولي لا دوي ديالكم كبيره خشينه الترو ديالها، نتوما ديروه صغير ان بودان صغير ودوروه. دونك طريقه اللي تدورو هذا البودان، ديزولي انا ما نقدرش نفهمكم فريمون بيان بيان باللغه العربيه، راني نخلط شويه، مي ليسونسيال فهمتوا واش حبيت نقول.
فوالا تروحوا تدوروا هكا العكس وتفورميو. دونك لي موالف يديرو يجي سهل، كي ماشي موالف كيما انايا اليوم جاني شويه واعر عاتبني بزاف باسكو فريمون بلا دوي هذاك وجعوني يديا، مي ليسونسيال ابخي لا فينيسيون يجي ساهل وذوق ثاني رائع ويجي بزاف بنين بالقهوه والحليب. وصفه رائعه تستاهل تجربه وينحي كميه كبيره. فوالا راني فورميت هوميكل و بيان سور لا كويسون على بالكم كيفاش الفور ديالكم تسخنوه شويه تشعلوه هكاك 180 170 درجه من تحت حتى تشوفوا بلي خلاص طاب من تحت، تشعلوا شويه برك من فوق هذا الوصفه و فيدي تطيب من تحت فرق يجي بلون. حنا نحبوا توجو نطيبوا هكا شويه دوري شويه ليجامون، كل واحد الطريقه ديالو في الطياب، ابخي كل واحد يدير كيما حب كيما هي موالف يدير الكاطو ديالو. فوالا فوالا لا فينيسيون كيفاش جا بون، ما جاش شباب مليح، ما يشبهش بزاف موشش، مي في الذوق يشبه ويجي خير من الوصفه اللي يديروها لا بليبار كي تجي الديسان ديالو شباب وكي تروحوا تذوقوه معمر بزاف بزاف من المايزينا. فوالا هنا عندي كريمه الزبده بيان سور موشش يجي بالمعجون اون فيريتي، حنا هنا نديروه بكريمه الزبده نبدلو وتقدروا ديروا ثاني بالمعجون. راني وريت لكم بكريمه الزبده، وريت لكم ثاني بلا كونفيتور كيما حبيتوا ديروا دابخي لي مويان ديالكم. فوالا يبقى اختياري هكا التزيين لا فينيسيون اي تو. فوالا جيسبر فهمتوني واش حبيت نقول في الغلط اللي درتو. بون صافي لونطون ما درتش فيديو، كي درت فيديو درت شويه غلطه في الفرينه ما عليناش، باسكو كي درت فرينه شويه بزاف ما قدرتش نولي اون اغيغ، ما نقدرش ندير اي حاجه. دونك نتوما الكونسي كو جو دون كي تروحوا ديروه كي تخلطوا المايزينا روحوا بالعقل الفرينه ما ديروش بزاف. ابخي كي تشوفوا سي وحده شوفوا في الفوغ اسكو تطيب بيان اسكو ما تطلعش بزاف، سي اون طيبوها ابخي ولا شفتو مخصوصه بالفرينه ولا زيدو. فوالا دو فاصون اشاك فوا يجي خفيف اشاك فوا يجي بنين اكثر، فهمتوني العجينه كي تجي خفيف تجي بنين اكثر، يجي خفيف في الداخل. فوالا فوالا هنا نروحو نديرو بالمعجون يبقى اختياري، كاينين يديرو في الطرف نواد كوكو كاينين لي ما يديرو والو. احنا هنا انا ان بو موديفي درنا بالكريمه الزبده وبالكاوكاو في لي كوتي يجي منين اكثر. دو فاصون البنه كاينه البنه فريمون غزالي با ريغريتي، يجي هايل سيرتو كي تشربوا به القهوه الحليب هكا يذوب في الفم. كالشكل كما تقولوا نتوما ما عليناش، اللي يهمنا هي البنه اخي هكا اللي تقولوا. دونك ان شاء الله المره اخرى يكون فيديو احسن بي avec une finition plus belle. Voilà. On vous dit à très bientôt inchallah wala كتب ربي pour d'autres vidéos. نسي ندير لكم هكا فيديو رابيد من قبل العيد هكا، هادو وصفات تقدروا ديروهم في à la dernière minute ماشي obligé à l'avance، يعني تقدروا الويكند هذا ديروه عندكم الوقت. انا خلصتو درتو هكا زوج سوايع خلصتو كلش لا فينيسيون دخل لا كويسون. فوالا راكو تشوفو القوام ايتو ونتلاقاو تخي بيانتو ان شاء الله وشكرا.